السلام عليكم، أخباركم بنات؟ اليوم إن شاء الله راح نكمل دروسنا اللي على سناب شات. اليوم بإذن الله بناخذ future form اللي هو صيغة المستقبل. راح ناخذ الصيغة going to. المثال اللي عندي: I am going to study English. I am going to study English. I اللي هو noun or pronoun، يعني بيكون عندي اسم أو ضمير، بعدها بيجي فعل to be، am أو is أو are، وبعدها كلمة going to، وبعدها الverb لكن بدون أي إضافات، مثلا بدون s، بدون ing، ونكمل الجملة طبيعي. إذن الصيغة هي وجود فعل to be مثل am و is are بعد الاسم أو بعد الضمير، وبعدها going to، وبعدها الفعل بدون s أو ing، ونستخدم هذا الزمن أو هذه الطريقة في لما نتكلم عن خطة مستقبلية حابين نسويها أو نتكلم يعني عن شيء مستقبلي. ناخذ مثال ثاني: I am going to make dinner. I am going to make dinner. أنا سأصنع العشاء. Going to تعتبر مثل سوف، يعني سأقوم بهذا الشيء، مخطط أني أقوم بهذا الشيء. فهنا عندي I pronoun، am فعل to be، و going to وبعدين الفعل بدون أي إضافة s أو ing أو شيء، فعل وعلى طول تكملة الجملة. طيب في النفي عندي negative، كيف أنفي؟ أول شيء بأخذها بصيغة الإثبات عشان أعرف كيف أنفيها. I am going to study English. أنا سأدرس الإنجليزية. إذا جيت أنفيها راح أقول أو أضيف we use not after am is are، راح نضيف not هنا بعد الام أو الis أو الار عشان نكون الجملة المنفية، يعني بتصير بهالطريقة: I am not going to study English. أنا لن أتعلم الإنجليزية أو لن أدرس الإنجليزية. في الكويشن عندنا أول شيء الجملة بتبدأ بالضمير أو الاسم وبعدها فعل to be، بعدين نكمل جملة كما هي I am going to study English. في السؤال راح أعكس، أخذ الام أحطها أول والآي أحطها بعدها، يعني بتصير عندي بهالصيغة Am I going to study English؟ الجواب راح يكون عندي yes or no، yes I am or no I'm not. هنا عندنا مثال ثاني، مثلا is he going to help you؟ أساس الجملة he is going to help you وبدون علامة استفهام. لما أسويها سؤال راح أحط is بعدين he بعدين going to help you، طبعا تنطبق على she والit تجي مع الis، وطبعا الجواب بيكون yes he